فتحت الأسرار. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك. كل أغنية وعندها سر، كلمات فيها أسرار، وألحان فيها أسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحد فيحة الأسرار. زين مستمعين، مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم. هذه فيحة الأسرار في الموعد الجديد، يتحدد على الحياة فهم. تسمعونا كالعادة على 93 وتفرجوا فينا على الباش فيسبوك الحياة فهم. فيحة الأسرار في موعد جديد، في برنامج جديد، في فنان جديد، في سر جديد. كنا حكينا الأسبوع الفارط على الفنان عدنان الشواشي، فنان تونسي الأصيل المتألق عفوا، ونالت الحلقة إحسان واستحسان كثير من الجمهور اللي تفرج فينا. نقول لهم شكرا لكم على كومنتاتكم، وشكرا لكم على أنكم تكونوا أوفياء لفيحة الأسرار وديما معنا وتابعونا، وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن وديما نتحفوكم أسرار جديدة. اليوم مش نحكيه على قمة من قمم الفن الشرقي، وفنان كبير وعظيم، وهو فنان مصري يلقب ب الكروان الطيب. اول حاجه خليني ما نقولكمش على شكون الفنان. نرحب بالاستاذ والفنان نوتر كرونيكور، الفنان الكبير والملحن وعازف النايسي شكر القداح، مرحبا بك. يعيشك وبيك اكثر علي، ومرحبا بكافة المستمعين. طبعا ما غلطوش السادة المستمعين، خاطر انت ما قدمتش الشخصية الفنية، مشني انا كي قدمتني انا مشني انا. لا حتى انت شخصية فنية زاد، ويحق لك التقديم والتكريم. ان شاء الله نعديو وقيت باهي وقيت حلو على 93. ان شاء الله ان شاء الله. وكل عادة نتحفو السادة المستمعين بما لذة وطاب في الاستماع. في الاستماع، شكرا سي شكري، مرحبا بك. دونك انا قلت الكروان الطيب، والصوت الصوت الشجي، والصوت نقولوا نحن الصوت الرفيع والصوت الملائكي، واللي الفنانين المصريين والفنانين العالم تقريبا العربي الكل اجمعوا على انه صوت جميل جدا وصوت رهيب. ونجم نقولوا هو الفنان كارم محمود. الفنان كارم محمود صاحب الصولات والجولات والاغاني العظيمة والكبيرة. سي شكري، شنو نجم نقوله كبداية على الفنان كارم محمود؟ الفنان كارم محمود هو يعني اسمه كارم، معناها الاسم الفني، معناها مش هو اسمه الفني، هو اسمه كارم أبو ريا محمود. أي. من مواليد مارس 16 مارس 1922، وتوفي يعني 15 يناير 1995 بلندن. اي كرم محمود توجد في يعني في جيل متعدد، يعني كي نقولوا جيل متعدد يعني اصوات في الفتره ذيك جينيراسيون اللي تلمت، معناها اقطاب نتاع موسيقى في على مستوى الاداء على مستوى التربر، معناها كي نقولوا كرم محمود محمد قنديل محمد فوزي، معناها فهمت الاقطاب تلمت ومن وخلط حتى الصنباطي. اي بطبيعه الحال ادركهم. اي احمد رامي الخاصيه نتاعو، الخاصيه نتاعو كما كنت تحكي وتفضلت في وصفك ليل وعلي، انه عنده جرس في صوته، جرس رهيب. يعني كي تسمعوا كرم محمود يغني وبعد تشوف الصوره نتاعو تقول مش هو، تقول اه تقول مش هو اللي كان، تقول مش هو صحيح، معناها الصوت لا ينطبق على الصوره. اي معقول فهمت، تقول مش هو. تو كي تشوف مثلا ملامح الوجه ما تدلش، تشوف بلي حمد يغني وترى تصويرته تقول هو ظاهر. فهمت حتى عبد الوهاب تقول هو زاد، ولكن بليغ حمدي ترى صورته كرم، وتسمع عفوا وقت ترى الصوره نتاع كرم محمود وتسمع صوته. ولكن المهم في الحكاية أنه عنده صوت، المساحة الصوتية متاعه جميلة جدا. على فكرة رأيي أنا الشخصي، من
من اقوى واعظم المطربين العرب. اي صح. محمد عبد الوهاب بيدو معناها يشهد بذلك، الموسيقار محمد عبد الوهاب يشهد بذلك، انه المطرب كرم محمود معناها كي يقولوا على صوت عذب، كلمه عذب العذوبه في الصوت تنطبق على صوت كرم محمود. صوت كرم محمود هو يقال انه في فتره زمنيه انه كان عبد الوهاب يذهب يزور المغرب في للملك وفي القصر ويقيم حفلات، يعني كان تقريبا محمد الخامس كان من المغرومين جدا بمحمد عبد الوهاب وكان يسعده الى القصر، ولكن جت ظروف في مره من المرات انه عبد الوهاب ما نجمش يمشي. اي يكون ممكن في فرنسا خاطر هو اي ما نجمش. كلموا الملك قالوا نعتذر جلاله الملك، مش نبعث لك صوت انا نستعرف به ومش يلاقي معناه استحسانك. قال له على ضمانتي بعث له كرم محمود. من وقتها كرم محمود ولا يمشي للملك تقريبا كل شهر يقيم له حفله، وكان ابهر بصوت كرم محمود وما كانش يظن ويتصور انه فما صوت كيما صوت كرم محمود. وبالطريقه هذيك خلينا ما نشوقوش الناس برشا، خرجوا لهم صوت كرم محمود في اذانهم باغنيه سمره يا سمره. مره في مره شاغلني هواك، نسمع سمرة يا سمرة بصوت كرم محمود ونرجع. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك. عندها سر، كلمات فيها أسرار، وألحان فيها أسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحد فيها الأسرار. سمرة يا سمرة مرة في مرة شغلني هواك، محلى صوته ما بين الخانة والخامة الصوتية اللي عند كرم محمود اللي بصراحة فقدت نوعية الصوت هذه. النوعية هذه باش نفسرها لكم، نفسرها نحاول باش نفسرها للسادة المستمعين. شوف علي، كل مطرب عنده نقاط قوة في صوته ونقاط ضعف. أيوة. باه إيش معناه؟ يعني في الريجستر نتاعه نتاع الدرجات الصوتية اللي تخلق بها نلقاه فما مناطق حلوة، فما مناطق متوسطة، وفما مناطق هو بيدو المطرب تلقاه وقت اللي يغني والذكي تلقاه وين يلقى قوته يتجاوزك البلايص هذيك اللي بالنسبة ما يجازفش. السلاسة في يعني في الدرجات الكل، في الدرجات القرار نتاعه، في الدرجات الوسطى وفي الدرجات الحادة. فهمت شنو؟ صحيح. هو ديجا تحسه هو الوحيد متفرد بصوته، كي تسمع تقول كرم محمود. أي. يعني معناها نزيد نفسر أكثر. ساعات نلقاو آلة موسيقية فيها عيب، تلقاها الأصوات القرار مثلا قوية. أي. وحلوة، ولكن الأصوات المتوسطة ولا الجواب ضعيف. ضعيف. يقول لك مثلا الآلة هذه آلة العود ولا آلة كمانجة حلوة القرار نتاعها، ولكن في الجواب الجواب ضعيف. كرم محمود سبحان الله يعني معدل صوته في الجواب اللي القرار. في القرار في الوسط وفي الجواب في الجواب ممتاز. هذه الخاصيه اللي جعلت من معناها جعلت من صوت كرم محمود يتفرد بهذه الخاصيه. هو معناها كرم محمود هو تعلم، مش هو تعلم، هو يمكن بالوراثه الصوت، لانه ابوه كان قارئ قران. وديما نرجع سي شكري على مر الحلقات الكل والفنانين اللي تعديناهم تقريبا الكل تربيوا في بيئه نتاع انشاد وترتيل القران. انشاد صوفي وترتيل القران طبعا، وله دخل كبير تقريبا خاصه نحكي في مصر. حتى في تونس، في مصر يعني بصفه خاصه في مصر. ولكن تو انت كي تقول هذا الاجيال هذه نتاع تو كيفاش بعد الاجيال نتاع تو كيفاش تو تربيوا على الراب. فهمت؟ ايه معناها تربيوا على اللون الموسيقي، معناها الجينيراسيون اللي طالعه يلزمهم ما ينساوش الاصاله. شكون مش يفكرهم فيها الاصاله؟ مسؤوليه شكون سي شكري؟ يلزموا تو سامحني فما استهتار كل شيء قدامك. شوف علي، راهو احنا انا والجينيراسيون اللي قبلي انا رانا تعبنا صحيح من غير انترنت. صحيح. رانا نبحثوا، رانا نلوجوا على اشرطه نتاع عازفين، اشرطه نتاع مطربين، رانا تعبنا. التوا في الزمن هذا كل شيء قدامك.
تنزل على الفلسة تطلع لك تاريخ الملياردير العالمي إيلون ماسك. قال كلمة لأيامات، قال محظوظين الشباب تو، الناس اللي عايشين تو، إنه عندكم انترنت ويوتيوب وفيسبوك، يعني قال لهم تنجم تتعلم أي حاجة وأنت في دارك، كل شيء قدامك، لا تتعب ولا تدفع فلوسك، تتعلمها وتخدم وتعمل برشا حاجة. إذا كان يكون استغلالك لتطور الإعلامية والإنترنت هذه في البوزيتيف، أيوة فهمتني، كيكون استغلالك في البوزيتيف تنجح به. احنا المشكلة، احنا مشكلتنا عبارة على بحر قدامك والشط الشط. احنا اي فما سؤال عجبني الأيامات، قال له فلان عامل 500 مليون فيو على اليوتيوب. عجبني رد متاع الفنان، قال له 500 مليون نجم يكون شاريهم بالفلوس. كلي فيو هذوك نجم يكون شاريهم بالفلوس، لكن انا ساعدني كي يسمعوني 20,000 مقتنعين بي ويجيوني يحضروا لي الحفلة خير من 500 مليون في الفيرتويال على الانترنت. هذيك تجارة تولي، فهمت سي شكري؟ الغناء معناها ولا تو ما عادش يتحسب بالقيمه الجماهيريه، ولا يتحسب قديش عامل انت نومبر في يوتيوب دو فيو كذا. شنو مشكل نومبر؟ ولكن كي تجي تقارن شوف عليه، معناها تو انت جبت الموضوع هذا اللي هو موضوع معناها العصر هذا اللي هو تو نعيشوا فيه. ولكن وقت اللي تجي تقارن نوعيه المطربين هذوما بالمطربين اللي غادرونا عندهم معناها 20 و 30 سنه و 50 سنه. لا انا نحن من ما عندناش الحق باش نقارنوهم. راي الهويه، شوف يعني راي الهويه العربيه بصفه عامه نحكي، راي الهويه العربيه راي في قاعده تنقرض بيان سور. راهو الى كان، شوف الى كان الجينيراسيون هذه مثلا باش يحبوا يتعلموا الغناء يلزموا يمروا على عده مدارس، يبداوا بالمدرسه القرانيه يتعلموا مخارج الحروف، يتعلموا مخارج الحروف، ايه كيفاش يغني، كيفاش ينطق، كيفاش تنجم تخرج الحرف العربي، كيفاش بعد تحب تختص في الموسيقى، مثلا تحب تختص في الانشاد الصوفي تلقى روحك، تحب تختص في الغناء الموسيقى العربيه تلقى روحك، تتعلم الموشحات، تتعلم المالوف. راو هكا رانا ما راو باش بوا سي شكري تهنى. سامحني سادة المستمعين يسمعوا فينا، راو فما يعني اللي رافيه هنا فما قضاء على كل حاجة إتاتيك في البلاد. شوف بالحقيقة التعليم الإتاتيك الحكومي قضاو عليه براتيكمون، الناس كله اللي تقري في البريفي، لا نحكيو بصراحة مش منظومة صحية كيف كيف، اللي كونسيرفاتوار موسيقيا كيف كيف، تمشي الإتاتيك تلقاها معناها الامور سافا با وكذا، ترسلو يمشي للبريفي. هذا شنو سي شكري؟ ما شوف يعني التوجه والغرام، سامحني والغرام والمغروم الصحيح معناها كيلكوزان تلقاه مغروم وبوهم وعندهم باش يقريوه في البريفي، وديما المغروم تلقاها اموره على قده. شوف انا منو في اعتقادي انا الخاص، احنا جينا في الزمن هذا جينا في مفترق طرقات وصعيب ياسر. شنو الثورة الإعلامية، الثورة التكنولوجية، الثورة الرقمية اللي تحب تسميها أنت، يعني خلاتنا زلزال صار في العالم به. فما ناس، فما دول وأنظمة متهيئة عاملة يعني ناب وعاملة أرضية لاستقطاب هذه التقنيات الجديدة، ولكن فما شعوب، برشا شعوب وهي شعوب متخلفة ما عملتش الأرضية الكافية اللي لازمها تكون. هذاك علاش احنا رصات نعيشوا في مفارقات كبيرة ياسر، ومن شأن هذه اللي خلاتنا شبابنا يخمم معاش عجبته الحياة هنا باش يهاجر. اي صحيح. شبابنا ولا محبط نفسيا. ولا محبط شبابنا، ولا معناها يلوج على انواع يعني شوف علي الثقافة البديلة نسميها انا. الثقافة البديلة. انا نمر بالعصر ونمر يعني بالتجديد والتجدد، ولكن
راهو فما تجدد وتجديد في العصر اللي نعيشوا فيه توا، وفما ابتعاد وفما تمرد. ايوه احنا نعيشوا في تمرد، نحب ولا نكره. اي صحيح، لانه انت اذا كان معناها تشوف، معناها تشوف المشهد في الشارع تلقى احنا ما كناش ناكلوا برشا في الشارع. صحيح، نعطيك ما كانتش الثقافه هذه، ناخذوا حاجات بسيطه جدا من الحياه اليوميه اللي نعيشوا فيها. يا علي راه صحيح صحيح، رانا قبل يعني نهايته الانسان ياكل كسكروت الصباح اللي يمشي يخدم تي، ولا ياكل مش يروح ياكل كسكروت كافتيجي. ما نحكي لك انا كي تشدوا مش مروح. تو الناس ولات اغلبيه الناس تمشي للعشاء لبرا، مش ضد معناها راهو نعرف المأكولات الجديدة. شوف حتى على وقعة النظام الصحي وثقافه العائله تنحات زاده وكلم مع السفره وحتى النظام والغذاء الصحي تو الطب قاعدين يعني وفي المشاكل نتاع السمنه ماكله البرة عجين السمنه هذه ايه وزيدك اضافات اخرى مايونيز ودرا شنو والعجين اللي قاعدين ناكلوا فيه احنا والخبز الابيض هذايا راهو فيه مشاكل كبيره ياسر، مش طيب مليح وراو مكرر برشا وفيه تركيبات اخرى. راهو قريت انا فهمتني، معلش مجعول على الانترنت بيان سور مالش قريت وهو فهمتني معناها مكرر برشا والالياف ضعيفه على الاخر، وفما يسميهم بالحروف تي دي 13 وتي دي 15 انواع راهو مراهو مشكله، عندنا مشكله كبيره ياسر. دونك ال 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 الخوذه هذه الاعلاميه افرزت معناها بصراحه ذوق اخر. انا راه الواحد على الاقل اخويا نعيشوا عصرنا اليوم 2022 وانا متلفت نشوف الماضي نتاعي باش نستمد منه. هي لكن يلزم هذه يلزم سي شكري معناها يقولوا نحن البلد تمشي على كبارها، يلزم منظومه كامله وتفكير معناها وكذا من سلطه الاشراف باش في المعاهد وفي كل شيء وحتى الاعلاميه زاد يلزم الناس جيو يا اخويا مش هكا يا علي تصديق قولك صارت محاولات في هذا يعني اللي في الموضوع اللي كنت تحكي فيه وقت اللي ما كانتش الانترنت مفتوحه كيما هكا. اي صحيح، وما خلطتش تو العالم محلول على بعضه. ما عادش تنجم تو، ما عادش تنجم الجينيراسيون ذي اكتملت. سي الناس الكل تو قاعد يتبع اللي في استراليا وتبع في امريكا واخر وذاك وتيك توك و و ما عادش حاجتو بيك انت باش راهو هو عايش معاك لهنا بدنيا. على فكره الموسيقى اصلا ينجم يتعلمها من اليوتيوب هو اصلا تو معناها. دونك راهو احنا جينا في مفترق، نرجع الكلمه اللي قلتها، رجينا في مفترق صعيب. عرفت ريتك الشلالك اللي يبدا الماء هابط وتبدا فهمتني ولا اكل السمك السلمون يبدا باش ينقص يحارب باش يطلع الغاد، يا ما يطلع هكا ولا يموت يجي على بشير اخرى ولا يستنى فيه الدب هكا يبدا قاعد يستنى فيه. البحر امامكم والدب وراء. دونك احنا ما جينا في ظروف صعيبه، ان شاء الله ربي يجريها على ربي يجريها على سيرتها. سي جدا سي شكري اللي وقت الفنانين هذوما كيرا محمود وغير وقت الصحوه الفنيه وهما اللي بداوا الفن بصراحه وزمن اخر. لانه سامحني قبلهم هما تقريبا ما فماش هما اللي عملوا الثوره الفنيه. علي شوف فهمتني ما فماش قبلهم باش نقولوا نحن هما جدوا ولا كذا. يا علي شوف يا علي انت بكري مش قلت سلطه الاشراف؟ اي معاك يا علي. راي شوف راي موزايك هي كاملة، العالم العربي راهي كانت سيودة تحكم. سيودة كانت سيودة أسود كانت كل أسد في دولة. صحيح صحيح. كانت أسود تحكم وكانت فهمتني ولا يعني برغم الاختلافات احنا معنا العرب مش مشاكل. ايه فما الاختلافات عندنا لكن الاختلافات وعندنا فهمتني ولا اللي ما ننساوش الماضي معناها نقعد لكن ثم الراي ولكن كان الراي صحيح. صحيح كان الراي صحيح. تو اختلفت السياسه نتاع الدول اختلفت وقع اختراقنا. انا سامحني فهمت علي وقع اختراقنا راي انا اللي قلقني في الموضوع هذا الكل نتاع السياسه وتونس نحن نحكيو اجتماعيا وكل هو انه كل شيء ولا يتقال في التلفزيون ومعناه مباح للسياسه معناها طفل عمره 5 سنين ولا يعرف الوزير الفلاني وذاك الفلاني يعرف كذا ويتفرج على التلفزه وعلى السياسه فهمتني واللي هو ما يلزموش يتفرج عليه واللي هو يلزم السياسه تتعمل في بلايص اخرى ويخرج في المنبر الاعلامي كان قرارات مش تمشي للشعب اكهو. اما الحوارات هذيك تاع السياسه الناس كل تتفرج احبطت الناس النفسيه تعبت من كل يوم عكست بطبيعه الحال
ما يلزمكش عكس عكس حتى على سلوك الفرد الافراد. نقول لك انت متعاركين غادي الفوق اخويا هي انا شنو مش نعمل انا مت بالشر وانا 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 فهمتني. ربي جريها على الصلاح وربي ان شاء الله يسترنا. اما هو قوس فتحناه لانه الفن الجميل ديما باش تلقى روحك لابد باش تدخل في المقارنه. احنا شوف اذا كان ما فماش كما كنا قلنا الكلمه قلناها لنا في البلاتو اذا كان ما عندناش التاريخ هذا اللي صار ما نجموش نقارنوا حتى شيء. متجمش. يلزم عندك ماضي يولي عادي هذا وكان قاعد متواصل وكان قاعد امتداد الفن هذا عادي عادي ما راهو عادي فهمتني ولا راهي الناس كل راهي وراهي ما صارتش راهو حتى الجيكيجات الاعلاميه والانترنت راهي ساهمت في تطويره فهمتني. ولكن زاد فما فما نوعيه من الناس والفن اللي استعملوا الانترنت والاعلاميه معناها للتجديد بالحق ولنظافه الموسيقى فما ناس خدمت وتعبت بالحقيقه قاعده في مستوى بون مش كيما الفن القديم ولكن قادوا يخدموا في نوعيه نتاع موسيقى راقيه نقولوا نحن كيما كنت تحكي انت يا خويا انا حاشتي بعشره من الناس فوالا حاشتي بهم يسمعوني ويصفقوا لي وما حاشتيش فهمتني ولا الف فيه مخدومي على شط بحر الهوى لست مراكبنا الساده المستمعين ديما انا وسي شكري راهو نحكيو هو برنامج فني ولكن احنا نحكيو في الفن وكل ما يربط الفن واجتماعيا لان نعيشوا في الفن ونعيشوا مع المجتمع ونعيشوا في كل شيء مع بعضنا ونتغطاو بكلنا بنفس الغطاء وكلنا متغطين بنفس الغطاء. هاني نتميش كلام في قلوبكم ونجموا احنا من المنبر هذا الاعلامي الحر نقولوه ونعاونوا بعضنا حتى بالصبر ونسمعوا على بحر شت الهواء ونرجعوا للحوار. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي انرسم فيها خيالك سر. كلمات فيها أسرار وألحان فيها أسرار زادة هذاك علاش في سهرية لحن فيها الأسرار على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا. سي شكري خي فما الصوت متاع كرم محمود هل يقرب العبد الوهاب يعني فما تقارب في صوت عبد الوهاب وكرم محمود أو العذوبة اللي في صوت كرم محمود والله تغاط على شوف ديما روكي نحكي نحكي على رأيي أنا الشخصي معناها محمد عبد الوهاب معناها مطرب معناها مش لي انا باش نحكم على محمد عبد الوهاب هو موسيقار الاجيال موسيقار الاجيال فهمتني. ومحمد عبد الوهاب صوته هو صغير فيه نوعيه ممتازه وفي يعني هو كهل كيف كيف معناها وحتى لما بلغ يعني عمره شيخ تسمعه من غير ليه تسمع في حاجه اخرى ما يلخام هذا وقتها ولكن كرم محمود صوته فيه كرم برشا اي هو سامحني هو لقب بالكروان الطيب وهو بالحق كان كريم وكان طيب وكان دمث الاخلاق كان انسان خلوق ياسر حتى عائلته الشخصيه ما عمرها ما دخلت في الفن كان انسان بونكتويال كذا كذا ديجا سي شكري عندنا سر في حلقتنا اليوم سر كبير يمكن ما يعرفوش برشا ناس كيفاش نقولوا عنده فضل فضل كرم محمود على الفنان عبد الحليم حافظ اللي نتصور برشا ناس ما تعرفهاش هذه باش نخليوها لاخر الحلقه نخليوها لاخر الحلقه فهمتني. قلنا معناها هو صوت كرم محمود نحب انا مقارنه بينه وبين صوت عبد الوهاب هل تجوز المقارنه معناها هذه هل لنا الحق؟ شوف انا بالنسبه لي انا في رايي الشخصي نجم نقارنه بمحمد فوزي نجم نقارنه بمحمد رشدي نجم نقارنه بعبد العزيز محمود هذوما محمد قنديل هذوما الجينيراسيون نتاعو فهمتني. دونك معناها مثلا باش تقول لي مثلا محمد قنديل نقارنوش محمد قنديل بكرم محمود محمد قنديل يقرب هما نفس المدرسه اي نفس المدرسه نفس الاحساس ونفس طريقه الاداء محمد قنديل عنده عنده ضخامة في صوته عجيبة زين اي صحيح فهمتني. هذوما زوز اصوات اللي نجموا نقارنوه محمد قنديل وفنان نتاعنا اليوم كرم محمود ينجموا يعني
في نفس نفس الحجم، فهمت؟ نفس الحجم، هما نفس النوعيه، معناها نفس الكاتيجوري. اي نفس الكاتيجوري. لكن ما تنساش اللي زاد الاعلام عنده دخل حتى من قبل السي سكري، معناها ما وش عبد الوهاب وموسيقار الاجيال والعظيم ولا عبد الحليم وقريب للسياسه وللرئيس إيه وكذا إيه وفنان الاذاعه وهو الكل في الكل، وهذا هذه حقيقه. هما برشا مطربين، ولكن فما مطربين زاد اصوات خير من عبد الوهاب. اذا كان برزت فما اسماء، اذا كان برزت يعطيهم الصحه، لانه شوف نحب ولا نكره الفتره ذيك يعني يعني تعدد الاصوات، ولكن الابار تعدد الاصوات فما ناس ولات معناها مراجع ثابته، يعني خذيت شعبيه كبيره ياسر، كيما ام كلثوم، كيما اكيد عبد الحليم حافظ. لكن عبد الحليم حافظ توا عبد الحليم حافظ مطرب، مطرب كبير ويغني، معناها شنو يغني؟ معناها عبد الحليم يغني. انت كما قلت بكري عبد الحليم يغني، يعرف روحه وين قاعد يغني، يعرف روحه وين يغني، يعرف طبقته حتى كي بليغ كي لحنه، يعرف وين يلحنه والدرجات اللي يقدر يوصل لها في الجواب. اي هذا هو، وهو عنده جراف كبير، يعرف مركز له ديما على الجراف ومركز له ديما على. ولكن سي شكري نقولوا اللي فما انصاف في مصر، فما انصاف حتى المطرب اللي ما وصلش معناها القيمة عبد الوهاب وكذا، لكن انصفة عالميا باغانيه وقاعد يتحكم بالحقيقه، معناها الشواهد الغنائيه هي اللي تحكم زاد. هو يحسب مصر، انا ديما نقولها مصر في، انا نشوفها في كل شيء بصراحه، انا قوه عظيمه مصر. ديجا البارح فينال كوب دافريك قدام بند منظم، قوه الاستمرار، الكفاح في الفن، في السينما، في الكوره، في 7 كؤوس افريقيه في الكوره. صحيح. السينما ما تحكيش، الموسيقى ما تحكيش، بالحقيقه معناها مصر ام الدنيا بكل ما اوتيت الكلمه. حتى احنا لا ما غير من حتى احنا لا نحن الزيد تونس بلاد كبيره نعرف. لا لا في حضاره، فهمتني ولا بون؟ حضارتنا قديمه. لا ماشي نقارن، ماشي نقارن، ولكن نحكي نستنتج، نحكي على عدد. شوف علي انا معاك، مصر ام الدنيا هذه ما نختلفوش فيه، والحضاره الفرعونيه و و و و هذا ما نختلفوش فيه. ولكن زاد ايضا وقت اللي تجي تعمل مقارنه مع شعب فيها 12 مليون وتشوف اش يخرج لك من فنانين، واش يخرج لك معناها من لاعبين كره وناس مثقفين و و، بالمقارنه مع عدد يعني الاجمالي للشعب تلقى نسبه باهيه. انا معاك، فهمتني؟ ومانيش عمرنا ما نقصوا من قيمتها، احنا دوله كبيره بشعبها وتاريخها، تونس الناس كل تشهد. لكن انا نحكي معناها في البارونتيز تاع الفن. اي مصر عندهم حب الكفاح، سبحان الله، الناس تحب تحارب على في الكوره في الفن، ما يخليوش روحهم يطيحوا جامي. صحيح بالحقيقه، موافقك ديما هما نحن في ساعه نطيحوا، موافقك، وهذا معناها فخر للعرب الكل. العقليه ولا عقليه الانتصار وعقليه الوصول والنجاح بالحقيقه. حتى احنا في تونس موجوده بقله بقله بقله، ولكن عندنا اللي شكون يكافح في اي من لا شيء. عندنا فنانين كبار وعندنا رياضيين كبار وسباقين في كل الميادين، في برشا حاجات، لكن ما وصلناش، ما حبيناش نواصلوا نحن. ان شاء الله ان شاء الله، ديما خيبات الامل عندنا نحن ديما. انت تحكي قد يكون تحكي مثلا من جانب الرياضي. لا والله لا سي شكري، في كل شيء نحن عندنا سينما في تونس. شنو هو السينما اللي عندنا؟ وشنية الانتاجات اللي عن انا شوف لي حل عنده 50 سنة يتعدى توا تحفظته وانا من فما مع احترامي لي معناها. ولكن شوف وقت اللي احنا مثلا واحنا صغار تفرجنا على امي تراكي مثلا، تفرجنا على امي تراكي حاجة جميلة جدا، تضاهيها في العصر هذايا. شوف لي حل معاك ونحبه ونتفرج عليه، لكن الفو معناها فما حاجة جديدة معناها تطلع. طب بالله سامحني يا استاذ، طب سامحني قنيت معناها تعدي معناها من الصبيح لليل معناها في 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 عاود 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 معناها يجمروا في البيت. لا فاتت قالت نقبت وصاي من التجميل مشات على روح فوتوه. ان شاء الله ربي يسهل اللي فيه الخير ونسمع اغنيه توا سي شكري. ايه امانه عليك يا ليل طول، خلينا نتمتع بصوت كريم محمود. سيدة المستمعين سامحونا، رانا نحكي ما قال سي شكري، رانا ساعات نخرجوا هكا ما ادريش نحكيوا على الطبخ، راهو برنامج فني صحيح، لكن كل مره تجي بدنا طيار نتناقشوا فيه طبعا. وربي يفضلكم وخليكم في الاستماع 93، نسمعوا اغنيه رائعه بصوت الفنان كريم محمود، امانه عليك يا ليل طول، ونرجعوا للحوار. الاماكن كلها مشتاقه لك والعيون اللي
رسم فيها خيالا. عندها سر، كلمات فيها أسرار، وألحان فيها أسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحن فيها الأسرار. أمانة عليك يا ليل طول وهاتي العمر من الأول سي شكري، وما زلنا في انتظار القصة نتاع علاقة كرم محمود مع طريقة الأداء كيف نية حتى كي يطلع للجواب سي شكري في معناها في الجزء الثاني من الغناء ليل طول على العوشي ما تحسش معناها فما قلق، تحسش فما حاجة بيكونت في صوته الحين كيف نوى وكيفاش المقام وكيفاش الانتقالات معناها قديشهم يعني انتقال سلس على الاخر وقديش ما يقلقش. انا شوف الصوت هذا راهو احنا في اذاعه الصح، الصوت هذا انا بالنسبه لي انا نسميه صوت دواء، صوت بالحق راه اللي يحب يسمع حاجه في الموسيقى يسمع كرم محمود ويسمع محمد قنديل النوعية هذه، تلقى الترب وتلقى النعومة والعذوبة متاع الصوت واللحن كيفاش. وشوف ما تلقاش يراي غناية، راو الغريب في كرم محمود الأغاني الكل تقول عليها وقت اللي غناها هو كرم محمود يعني يضفي عليها الجبة متاعه، معناها تولي ما كي تسمعها من عند واحد آخر. لا ما كرم محمود وسي شكري فما نوعيه نتاع اصوات تاع فنانين نجم تسمع في اي وقت أي. في اي فن نهار صحيح في الليل، هو ديما نحن عندنا النهار الانسان يخدم ما يتلهاش لازم الفن بعد الخدمه سورو بوز ينجم يسلطن. كرم محمود يتسمع في أي بالحقيقه هذه تسمع في الصباح تسمع في وقت اللي يجي فرحت وقت اللي يجي فرحت الصوت نتاعو يبعث شوف فما شحنات إيجابية، فما أمل في صوته وقت اللي تسمعه معناها فهمت هذيك الخاصية متاع الصوت متاع كرم محمود. وبطبيعة الحال هو حكينا بكري يعطينا جزء قلنا معناها عبد الحليم شبانة أيوة عازف الأبوة عازف حكينا الساعة سي شكري على آلة الأبوة. آلة الأبوة هي آلة نفخية معناها كيما آلة نوعية من آلة الناي والكلارينات اي من الكلارينات والفلوت والآلات هذوك فهمتني آلات نفخية صحيح آلات نفخية. وهو كان عازف عبد الحليم وقت اللي قراها معناها مش وعصامي قراها وكان عازف متميز. ليش نسألك سؤال هنا سي شكري، هي آلة ذي مش مشرقة كلها اي مش مشرقة، هي معناها قولوا نحن تعزف ما تعزفش الأرباع اي ما تعزفش الأرباع تعزف الموسيقى يعني الغربية فوالا تعزف الموسيقى الغربية. هنا جاني سؤال بالحقيقة طريقة أداء عبد الحليم وانت فهمتني انا عرفتك اللي انت فهمت خاطر كي قلت لي لوبوا وإلا بكارات معناها نقولوا نحن تعزف الدرجة الأصلية معناها ما تنجمش تعزف دومي وتشجن. عبد الحليم في غناه الرست والبيات واللي فيهم الدميات والسيكه ما ينجمهمش ما يطربش فيهم يغنيهم هكا ولا يغنيهم ولكن مش معناها بتروي ما تحسهم مش راوي برشا ما يطربكش فيهم. ولكن هاو فما حاجه مهمه انت ما ذكرت الاله نتاعو اللي اسف عليها التكنيك نتاع غناء عبد الحليم فيه التكنيك نتاع العزف نتاع البوا هي هذيك اش قلت انا التقنيات نتاع العزف اش معناها مشي قوة فوالا العزف لوبوا مشي قوة معناها الانفلونس نتاع الآلة على عبد الحليم حاضر لأنه هو صح. كان يعزف قبل ما يغني فوالا لأنه عبد الحليم سي تري رار انك تسمعه يعمل موال مثلا في البياتي ولا في الرستو ما ينجمش خرج في بعض الأغاني عمل مواويل تحسه ديما يرجع يحفظها يحفظ الموال فوالا معناها وشكون بكري شكون اش حكينا قلنا راهو فما مطربين يعرف نقاط القوه نتاعو في شخصيته الموسيقيه ابتداء من صوته وصولا الى الملكه الفنيه اللي عنده يعني حبيت الدائره اللي عنده. شكري بعد اذنك وانت فنان كبير وملحن وعازف كبير يا العفو
تأثير الآلة على صوت الإنسان. طبعا يكون هو يغني صوته جميل ويعزف آلة قبل ما يغني. طبعا تعاون الآلة تأثر. فوالا فوالا. وعبد الحليم بصفة خاصة في الأداء كان ثبته تلقى فما دفء في الأداء مش قوة. فهمتني؟ عبد الحليم زاد قصة كبيرة وقصة طويلة في الفن إنسان. هو بطبيعة الحال عبد الحليم فنان عظيم اللي كانت له الشرارة الأولى في اللقاء الإذاعي الأول. سي شكري شنو الفضل تاع كرم محمود على عبد الحليم حافظ اللي كان جيو نعملوا كومباريزون معناها الضجة العالمية وشهرة عبد الحليم أكبر من كرم محمود بعد اي بعد من بعد, بعد إيه؟ لكن شنو هي والله شوف هذه سر أسباب. هذه سر الحلقة إيه هي أسباب راي هو باش سر باش نحكيه ولكن راهو فما أسباب ربي سبحانه وتعالى جعل كل شيء راهو جعله أسباب فهمتني باش يغيب لأنه كرم محمود كان متواجد خارج مصر في كان لبنان. في لبنان في لبنان إيه وهو معروف معناها بالانضباط نتاعو في الوقت في الاوقات نتاعو مش كما الاوقات نتاعنا نتاع تو كما قال ندخلوا من باب النكته باب النكته على احنا ما نحترموش الاوقات نتاعنا واحد تونسي الياباني قالوا واش نتقابلوا انا ما بين المرتلاثه المرتلاثه واربع الياباني قالوا شنو باش تقابلوا مرتين مره المرتلاثه مره المرتلاثه واربع ومره برك نتقابلوا فهمتي باش تفهم الرونديفوات نتاعنا ومن بعد يجي الأربعة ونص صحيح يولي المهم كان منضبط ياسر في أوقاته كرم محمود وما كانتش كيما توا بالإنترنت ينجم يبعث مساج وكذا تعذر عليه باش يكون يحضر في برنامج إذاعي لايف فوجماعة في تسجيل أغنية في تسجيل للإذاعة المصرية المصرية شو صار؟ استدعى عبد الحليم وكانت لهنا انطلاقة عبد الحليم كانت انطلاقة عبد الحليم المصافحة الأولى متنجم تقول المصافحات الأولى معناها شوف سبحان الله هو ساهم في انطلاقة عبد الحليم لأنه عبد الحليم كان يعزف على الأبوة ما كانش يغني ويعرفوا اللي صوته باهي معناها كي غاب كرم محمود عيطوا لعبد الحليم شوف راهو هذه علي راي كل فنان وانت تعرف فنان وتفهم كل فنان تعاطى الموسيقى او الرسم او المسرح او السينما او الشعر الا باش تصير له في البدايات نتاعو حاجات من نوع هذا اكيد وتبقى وهي راهي تبقى اسرار وتبقى متعلقه بذهن ذلك الشخص وتقعد عايشه معاه خاطر نجم تجي بعد احداث مهمه كبيره ياسر كي يوصل المجد ونجم تتكرر الحاجات هذيك ونساها ما تقعد فما اطلالات وفما بدايات تقعد عايشة مع الفنان تقعد عايشة معه طول العمر أي إنسان راو يكون عازف كما قلت لك موسيقي أو مسرحي أو تشكيلي أو تصير له أحداث في بداية نتاعه تقعد عالقة في ذا نعطيك أنا حدث صار لي مثلا أنا لتوا نتفكره سي محمد المكني الله يرحمه الله يرحمه أستاذ الموسيقى قال لي الجمعة جاية جي وتو نعطيك ناي ما لقيناش ناي في الخزانة تاع دار الثقافة. إيوا. لقينا آلات موجودة قال لي إيش تحب تعزف؟ قلت له نحب نعزف ناي. جمعة كاملة ما رقدتش. وأنت نستنى في الجمعة جاية وأنا البيت في الليل نحلم وأنا شادد ناي. أنت خذيت الناي وعزفت الناي. إي فوالا هذيك. ومن كثر الغرام هذاك صارت حكاية أخرى تو تويتي مرة أخرى نحكيها. وقت اللي مد لي الناي قال لي يا وفيدك الجمعة جاية باش نوريك كيفاش تنفخ والجمعة جاية باش تجي تسمعني النفخة. مد لي ناي فخت له ناي من هنا ايوه سبحان الله قال لي ما امشي للكلوار انفخ هذوما الدرجات دوري مي فاصول برا غادي توا جيت وعملوا ربع ساعه جيت في الراحه قلت له سي محمد هاي دوري مي فاصول هاي قال لي اقعد معنا مع الجماعه سبحان الله معناها تجري في دمك هذا نغزر له معناها مش كي نقول لك انا اي واحد انت واي واحد عنده نشاط صحيح. في حياته اكيد باش تقعد في البدايات نتاعو فما احداث صارت دونك الحدث اللي صار العبد الحليم حافظ الشرارة الأولى جاته من من كرم محمود وينجم يكون أصلا حتى عبد الحليم معناها نسيها الحكاية وتعديت على روحها معناها كيما حكيت أنت بكري زاد السر آخر متاع الملك ملك المغرب أي فوالا ملك المغرب معناها محمد عبد الوهاب كي تعذر باش ما يحضرش
بعث قبل باش نبعث لك صوت قال على كرم محمود وقعد كرم محمود ماشي يكلم عبد الوهاب قال له كي سمع كرم محمود قال له خلي كرم محمود قال له انت تعود تجيني ماشي أيوة. سي بون يزي من عبد الوهاب لانه لقى تزيده في الصوت جديده وحاجه حاجه مزيان زيد حياته وحياته العائليه كرم محمود كانوا يعني حياته صغار وزوجته كانوا بعاد يسر على ال... على ال... الفن والحياة الفنية وعنده ابنه محمد كرم محمود كرم محمود سفير من سفراء مصر في الخارجية المصرية وشد مدير المجلس القومي لحقوق الإنسان والتوى معناه في السياسة وكادر كبير ياسر فهمت لأنه بعدهم على ال... هو على كانت علاقته كانت علاقته معناه حسب المقربين ليلو أنه فما لطف كبير ياسر في العائلة فما تعامل لطف يعكس هو شخصيته هو يبان يبان هو شخصيته لطيف من جدا. أول تحليل كرم محمود تقدماثة الأخلاق وطيب القلب والكرم إنسان كريم إنسان عاشوا في العائلة يعني باحترام كبير ياسر حتى الأسرار تاع الحلقة سي شكري ما لقيناش اليوم أسرار معناها خاطر ديما حياة الفنان مليئة بالأسرار الدفينة والمتخبية هو حكينا على السر هو ما عندوش أسرار لكن كان إنسان مستقر في حياته الزوجية ايوه عنده زاد سر آخر في آخر حياته واللي تقولنا عليه عنده سر في آخر حياته نقولوه السر هذا ومن بعد نختمه بغنية السر هذا إنه هو مرض في آخر عمره معنا في سن 72 سنة جاء لندن مشي يعمل عملية وهو تحت العملية قبل البنج قال لهم معناها الرجاء حماية حبالي الصوتية طوال الجراح هذه قالها وصية للطبيب وهي كانت آخر كلماته لأنه مات تحت العملية هو قال لهم الرجاء معناها حفاظ على حبالي الصوتية أثناء الجراح سيفو بلي بيعرف هو خطره الله يرحمه يعرف يعني القدر نتاع الحبال الصوتية نتاعو من خلال المستمعين واصحابه واصدقائه لكن شوف قال في هو عمره 72 سنة ومازال محافظ على مازال محافظ على حباله احنا الصوتية. حتى في يعني وقت اللي كبر وجاء لتونس وقام حفلات عدة حفلات خاصة يعني يحكيوا لي العازفين اللي عازفوا معاه معناها صوت رهيب وصوت عجيب صوت عجيب جدا وصوت عجيب وامكانيات يعني صوتية و و هو معناه صوته سي شكري هو يتصرف في صوته كما يحب صوت ما عندوش اوبستاكل اي في الدروج نتاع الصوت اي ماني قلت اللي يحب يقول ما عندوش شوك في الصوت نتاعو فوالا اي عندوش دورات تاع اي بكل سلس معناه الجمله اللي تجي في مخه لي كورد فوكال يخرجوهم الفوا تخرج وهي ما نادرا ذي تقاها كان عند الكبارات كهولا كلثوم عبد الوهاب وعبد الحليم والجيل هذاك اللي سبق الكل وذكرى محمد زيدة متاعنا بصراحة وصابر البيعي ورغم شوف يا علي رغم الامكانيات المحدودة مش كما توا تعرف يدخل الاستديو يعني معناها الادوات اللي تحسن الصوت ايه توا وكذا فهمتني من معناها من مؤثرات صوتية من لوتوتيون من قلت تسمع في روبو يغني تو ما عادش تسمع فيه في عبد بقول الشبان هذوك نتاع كيفاش اصواتهم سي شكري ربي بقى عليهم الست وربي يعينهم وربي يهديهم ان شاء الله ويهدي اللي قاعد يسجل لهم اعزائنا المستمعين هذه حلقتنا لليوم حكينا على قطب من اقطاب الموسيقى العربية والشرقية الفنان كرم محمود له صوتات وجولات كبيرة برشا ولو نوعية صوت كما قال سي شكري نادرة جدا ويعني تستمع ليه في كل وقت وكل حين بدون أي تشنج وبدون أي قلق هذا كرم محمود وهذه حلقته وهذه فيحة الأسرار وهذه أسرار اللي حكينا عليهم اليوم إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وإن شاء الله نكونوا عدينا معكم سهرة ممتعة شيقة واستمعنا مع بعضنا زيد الأغاني جميلة سمرة يا سمرة وعلى شط بحر الهوى سي شكري بارك الله فيك على المعلومات وعلى حضورك معنا يعيشك وإن شاء الله نكونوا أفدنا السادة المستمعين اللي تابعوا فينا على الحياة FM وإن شاء الله في حصص أخرى شكرا سي شكري هذه فاحة الأسرار خليكم برونشي على 93 نخليكم مع أغنية جميلة جدا للفنان كرم محمود مشغول عليك مشغول علي الشايبي حيكم من الميكرو
تحية لأيمن ليقا في الإخراج، تحية لكل الأصدقاء والأحباب والعاملين على إنجاح هذه الحصة. شكرا لكم، تقابلوا الأسبوع القادم. مشغول عليك، مشغول. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك. كل أغنية وعندها سر، كلمات فيها أسرار، وألحان فيها أسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحد فيحة الأسرار.